حدول حبيبي صدق والله ده صدق تشوف رزق على اللواري ما بعد يجي والله ما يصير تجي انت يطلعك تشوف على اللواري كيف يطلع لي حبيبي هاي مشكلتك هذا الرزق هذا الصبر انت سامع بهذا المثل الصياد صبر هذا مثل لو شنو كتبونا بالتعليقات على كتب اه كبر كبر حدول خدمتي خدمتي السلام عليكم ان شاء الله بخير وعليكم السلام كيف صبح شباتي في جديد من ماينكرافت اليوم سيف ماينكرافت ويانا حدول على هذه التوني اهلا وسهلا بكم في قناه حدول على هذه التوني طبعا اليوم انا حدول يعني ها هو يعني ها في شبكه كاركه ها ها المهم شباب ما ادري شغل خليه يطلع ها شباب طبعا تشوفونا صايدين هنا عجب طبعا تحسين ما موجود مثل ما تشوفون في الرياضه سبب احنا صايدين صح حدول ايه صحيح ماني كافي جاي اضرب هواي بالسنار فخلي ذبح شافلي ايه على وشون يلا حدول حبيبي خلينا نروح وما عليك بزنس وروحوا سنارات ذبح لا سيقتلوني والله على وش نسوي احنا صدنا صياده غير قانونيه سيد انت الشرطه المتخلفين مالوني كرات ضحك عليهم والله ضحك عليهم اي والله حدول شباب حدول نيشر حدول بطل يضحك على الناس شو بدك ها شفتك ما خلاك مشتركي انت ما خلا حدول يحكي خلي بلايك مشترك بس تحكي ما خلاك مشترك افا عليك والله اليوم رجعت بوكسي شو شوي باوعني باوعني والله اليوم بضيع حظك وانا ايش فيه جاي زرب صار ساعه عكس علي المهم خلينا نروح والله كافي حندور خلينا نروح ها بنتي شباب والله نيجا واحد ادبسز وخوش والد نفس الوقت فخلينا شباب نروح من هنا عزول الدجاجه بيضاء تعالوا ها وين راح حدول ها شو راح حدول وين وقع شباب هذا فخ شباب هذا فخ هنا الله تعال علاوي ها ورا نينجا خلي قال شباب ما دون وقع حندول خلي اروح خلي اروح نينجا 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 وين نينجا نينجا تحل علاوي ها نينجا شكو ورا بيتك شكو ورا بيتك علاوي ها شكو ما وصلت للحفرة يا حفرة بالضبط يا حفرة جاي تحكي عنها خربت البنس هاي الحفرة اللي ورا بيتي هاي ذك لك حندول وقع بيها ناني شاقة والله وقع بيها حندول حظي انت تعال اوقف تعال تعال اوقف قبل لا شنو بيها الحفرة ثانية ثانية تعال خلي حاتي الحفرة بيها مصيبة اصبر اصبر بيها مصيبة مصيبة تخلي الناس توقع بيها ها ارجعك بالبيض هسه من قال لك تجي تفوت من فوق اه وين تعال تعال خلي اشوف لك شنو بيها تعال او ماي جاد شنو 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 خنزير جوا زلاطة متحول علاوي علاوي شكونا انا شكونا جوا نينجا قل لي تعال انصدم تعال بس تعال تعال شوف الصدمه تعال لا مستحيل شكو يا غبي فوتكم منا شكونا وين حندول زلاطه زلاطه متحول زو صار يا الله علاوي تعزعني ما ادري شنو صار روح شريره تغلبت علي علاوي ما اقدر اتحرك لين انطخيت حندول يا زلاطه سويت بي ليش انت سويتني متحول علاوي علاوي لك ايش في حندول اوقف ايش في حندول حندول حبيبي اوقف اعطيني مجال حندول حندول ايش في اخوي قل لي ايش في اخوي قل لي ايش في اخوي فيروس فيروس يا غبي شنو الفيروس او ماي جاد علاوي يا غبي تعال بس اطلع برا اطلع نينجا سويت شنو شنو صار لك ايش سويت انت الغبي هذا زلاطه متحول تحول اخذ دواء بالغلط وتحول صار نصه يعني بفيروس عرفت شلون زين 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 حدول ليش صار هيك حدول صار هيك لين طخ زلاطه وهذا مرض معدي او ماي جاد شوف دي الله يتعلق بدي بدي اضبطك والله خايف تعال خذوني خذوني او ماي جاد تعال روح شريره تتغلب علي ماي جاد دور راح يصيرون اشرار او ماي جاد او ماي جاد على ابليسك في والله اطلع لا حدول حبيبي اعطيني مجال صدقني راح اتيقظك في اليوم وخر وخر او ماي جاد تعال علاوي علاوي الموضوع هذا كلش خطير زين شو اسوي تعال ساعدني انت زين انت ليش مخلي زلطه انا انا على علاج لان حابسه يا الغبي اي حابسه تخلي الناس توقع من ناري اي حابسه انا ايش دخلني انت ايش عندك فايت من هي منطقه مهجوره انت شكو جيت فتت من انا فتت من انه على اساس اريد اروح اشتري لفه وانا وحندول فاطرني اليوم فوقها فاطر يا 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 الادب ايش تسوي بعد والله تعبني يا بابا ايش تسوي ولك عبد الحبيبي تعال 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 انا عندي دجاجه لو الدجاجه واخر اللي تنعدي ايش بقول لك توقع بيها بالغلط يا غبي ايش بقول لك اي وديتي منك وديتي هسه وين الله
ماي جاد تسمع صوتهم؟ خطيه والله خطيه. زين اقول لك حدول حاول انه تكون بهذا المكان. راح احاول. احتمال يختفي، احتمال يختفي المكان. ساعدونا ساعدونا باقرب وقت. روح شريره تتغلب علي. تعال تعال تعال. ماي جاد ماي جاد. هاني تعال خل المخر من هذا المكان. تعال والله العظيم مصيبه. لازم تشوف لي حل، لازم تشوف لي حل. شو اشوف لك حل؟ ما تقول لي شو اشوف لك حل. انا انت والله العظيم ما ادري ايش فوتك منا يا اخي. وش فوتني من الناس؟ فوتني من القريه يا اخوي. والله هذا كله نيجا ترايد لك كتله معدله والله غير الصراحه. طبعا انا ادور على العلاج يا غبي، ادور على العلاج، لازم اوصل للعلاج. على العموم انا اصعد لين فوق دا اسوي طبخات مال الكيمياء، فراح اشتغل عليها. تمام زين زين. هسه انا شنو راح اضل طرطور ترى هنا؟ شو اسوي بهالحاله؟ ما ادري انا دا ادور على العلاج. انا راح اروح للمستشفى. تمام عندي مختبر، تعال خشوف لك يا المختبر. اوكي اوكي جاي جاي خشوف. او ماي جاد شباب كتبونا اخي، كتبونا نيجا اخي، قلونا بلكي عندهم حل شي شياد. زين تعال سولف لي سالفه. قول لي فايروس هذا مين جبته انت؟ وجا الزلاطه. فايروس جا من ذيك المدينه، من مدينه ثانيه. على العموم هذا المختبر. او ماي جاد هذا المختبر كله لك. اي دا اشتغل على اللقاحات. المختبر هذا ما حد يعرف عنه اي شيء. تمام او ماي جاد. ممنوع. تمام ممنوع حد يعرف شنو هذا المختبر وين اصلا مكانه. باشياء ممنوعه يعني كلش كلش. أيه. يبي مواد كيميائيه خطيره كلش، فلازم القى اللقاح بالوقت المناسب. المهم تعال تعال اطلع اطلع من المكان. زين بس خلي تشوفهم خاف يتحولون. اريد اطمئن على اخوي حندور نينجا، لازم اطمئن عليه. ما انصحك هواي تتقرب منه اكثر من اللازم، لان حتى النفس معدي. فاتركهم. انا راح اروح راح انسحب. تمام وانت حاول انه لا توصل لهذا المكان. أوكي. ان شاء الله راح احاول انا القى اللقاح. تمام تمام تمام. انا راح اشوف اخوي حندور بس شوي. تمام بس تمام. شوي بس يلا. بس سد الحفره يلا. اوكي اوكي. او ماي جاد او ماي جاد شباب وينك حدولي حدولي. علاوي علاوي جاي احس روح شريره جاي تتقمصني، جاي احس جاي اسمع اصواتي، جاي اسمع شو تقول لي، جاي اسمع تقول لي وين نروح، جاي اسمع علاوي. زلاطة زين انت ليش تشي زين اخوي حندول زين؟ شلون طخك؟ بس قل لي شلون طخك؟ لا تخاف راح نلقى العلاج عن قريب، هو طخاني اول موقع اجا وطخاني. او ماي جاد او ماي جاد شباب مثل ما تشوفوا هذا الفيروس كلش خطير، ولازم انا ما اتقرب، لازم ما اتورط بمين، لكن حندول اخوي اخوي حندول شباب والله دا احس دا زين. حندول هسه بس سؤال، انت تشوف له ولا؟ شوف انا ما جاي اشوف، بس اشعه حمراء فوقاي صدقني، بس هذا الشيء اللي جاي اشوفه اني، بس هذا الشيء تساعدني على الله ارجوك، ساعدني ارجوك ارجوك ساعدني وقدمني من هذا المزه قطعتني ارجوك. او ماي جاد شباب حندول دي توسي دجاج وخري يا كلبي وخري 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 اللي تموتين يا غبيه وخري. او ماي جاد شباب خلينا نصعد خلينا نصعد اسرع ونسد الحفره. اوكي اوكي نينجا وين راح نينجا؟ والله ما ادري شباب ما ادري، كتبوا لنا حلولكم بالتعليقات. ما ادري وين اروح عزان ما ادري. اوكي شباب اتوقع اننا وصلنا الحلقه مثل ما شفتوا، واتمنى لا تعجبكم لان صدق هالشيء خطير ويخوف. فاوكي شباب اتوقع اننا وصلنا الحلقه، اتمنى تعجبكم نسوا لايك واشتراك. كان معكم اخوكم علو جيمز، دفتوا في امان الله ومع السلامه. بيساب تكتبونا حلولكم بالتعليقات.